وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي، خليني في البدايه وسام ابارك لك على مجهودك، على تعبك، على شغلك. من اول يوم لبست فيه قميص النادي الاهلي وسام ابو علي ما قصرش في يوم من الايام، كل يوم في تحدي جديد. خليني ابارك لك على شغلك واجتهادك والتحدي اللي انت بتصنعه لنفسك يا وسام. اول شيء شكرا على كلامك الجميل. الحمد لله الحمد لله، زي ما انت بتقول انا من اول يوم بتعب وربنا كرمني بالتعب، فالحمد لله. الارقام دي كمهاجم لما تسجل جوال الدنيا كلها هتكلم عنك وهتكسب حاجات، بس برضو انا بلعب فرقه كويسه جدا، يعني في اسيستات، في لعيبه غيري بيعملوا لي بساط وبيعملوا اداء كويس لان انجح، فاحنا فرقه بالاخر. وسام لما الجمهور بيقول ان وسام افضل مهاجم اجنبي دخل مصر او دخل النادي الاهلي في الفتره الاخيره، اعتقد ده بياكد الشغل اللي بيعمله وسام وبيشيلك مسؤوليه اللي جايه. وسام بص، الحمد لله على الكلام كله، انا ما بعتبرش نفسي اجنبي اصلا، انا فلسطيني مصري، احنا كلنا اخوات. بس طبعا كلام حلو، وانا بضل مركز بالملعب واعمل اي حاجه كويسه انا بقدر اعملها اقدرها للنادي الاهلي، وان شاء الله الجمهور يكون دايما مبسوط مني، يعني انا هعمل كل حاجه عندي عشان يبقوا مبسوطين. انا مهاجم بتعب وبدخل كشخص غير الكوره، انا بحب اتعب وبحب انه الناس كلها تحبني على شخصيتي وسام، فانا مش هدخل واعمل حوار، مش هدخل اعمل مشاكل، انا هدخل اركز في التعب وان شاء الله ربنا يكرمني في مكان اساسي في التشكيله، ولما اخد مكان انا هدوس على اي حد عشان العب، ده الكوره والكوره منافسه كمان. وسام يمكن الجمهور بيتفرج على وسام في المباريات في الملعب، لكن في تفاصيل احنا بنشوفها معاك في التدريب، بنشوفك في المعسكرات، وسام هو بره الملعب، جوه الملعب، في التدريب، في المباراه، اعتقد السمات الشخصيه عند وسام ابو علي هي ركن وجزء اساسي من شخصيه وسام. ايوه اكيد، في حاجات صغيره احنا تفاصيل عندنا كلنا في الشخصيه معانا وين ما نروح، بس انا لما ادخل الملعب بكون حدا تاني، يعني وحش، يعني مش مركز باي حاجه غير اجيب جون والعب واتعب الفرقه. بريت الملعب هادي وبحب اهزر وبنبسط مع الشباب، ولو شفتني بريت الملعب وجوه الملعب مش هتقول ده نفس الشخص اللي مركز قوي 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 جوه الملعب. بريت الملعب مستريح كده ومبسوط بس بحب يتعب برضه. انا لي نص موسم في مصر واكسب حاجات كده، ده طبعا الحمد لله يعني، واكتر شيء هداف الدوري دي في نص موسم ان الواحد يشوف ياخد جائزه كده ذكرى، وطبعا اكون هنا مع زمايلي من الاهلي نفرح مع بعض، عملنا موسم نص موسم اللي انا كنت موجود فيه، طبعا نص موسم كويس جدا، ومبروك لي ولكل اللي هيكسب النهارده من اي فرقه يكونوا جايين. بص انا بحب الجمهور من اول يوم انا جيت نادي الاهلي، انا بحياتي ما شايف جمهور كده، وبحياتي ما هنسى جمهور كده، فده اللي بخليني انزل ادوس كل يوم كل يوم، ومفيش حد قال انا همشي، يعني انا هكون موجود نادي الاهلي ان شاء الله بعد شهر واحد ان شاء الله يا رب.